ومن العلامات الصغرى للساعة أن تكثر النساء وأن يقل الرجال، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن تكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ولا يعنى بذلك العدد خمسين، لا، المراد المبالغة. ولذا جاء في رواية عند مسلم قال: إن الرجل يرى يتبعه أربعون امرأة يلدن به. متى يكثر النساء ويقل الرجال؟ قال بعض العلماء: إذا كثرت الفتن وعمت الحروب وطحنت الرجال، هنا يتفانى الرجال ويبقى النساء. وابن حجر نقل مثل هذا وقال: ربما، هذا القول لبعض العلماء، قال: ربما أن الفتوحات الإسلامية تكثر فيكون لدى الرجل أكثر من موطوءة، يعني من السبايا. ولكن يقول ابن حجر رحمه الله، يقول: إن حديث أبي موسى الأشعري يدل على أن العدد يقل حقيقة من قلة الرجال وكثرة النساء. يقول رحمه الله: فدل هذا على أن من يلد الرجال من النساء يقل، وأن النساء اللواتي يلدن الذكور يكثر. يقول: وقلة الرجال وكثرة النساء في العصور أو في الزمن الأخير من هذه الدنيا، يقول، يتناسب مع قلة العلم الشرعي وكثرة الجهل، لأن النساء يكثرن فيهن الجهل.